كمان في العالمين بيواصل رالي السيارات الكهربائية فعالياته ضمن فعاليات مهرجان العالمين واللي بدأت بالأمس. الرالي بحضور ورعاية رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء ولجان تحكيم دولية أجنبية، وبيقام في منطقة يو أرينا العالمين وسط 10,000 طالب. الحدث طبعا هو أضخم وأكبر حدث للسيارات الكهربائية في الشرق الأوسط للجامعات، وبيد تبع المنظمة الدولية المعتمدة رسميا على مستوى العالم، وده بيعتبر هو درة مهرجان العالمين علميا وتنمويا وتعليميا وترفيهيا أيضا، وهو في قيمته أعلى مستوى علمي تنظيمي موجود على مستوى الشرق الأوسط. الحدث كمان بينظمه مهرجان العالمين الجديدة والشركة المتحدة كمؤسس ومنظم للمهرجان، وبينفذه وزارة التعليم العالي وأكاديمية البحث العلمي وجامعة عين شمس وعدد أيضا من المنفذين والمؤسس، وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وهو النسخة الخامسة منه للسنة الخامسة على التوالي، وهي طبعا النسخة الأضخم.